السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الفورماسيون ديال اوتوكاد طرويدي. اليوم غنحاول نخدمو واحد ديزاين دو تي وغنحولو لطرويدي على الشكل هذا. دوك غنبداو بالفيون بلون هو هذا، من بعد غنوصلو لهاد النتيجة اللي كاينة هنايا. باش نصايبو هاد الديزاين اللي هو 37، غنصايبو دو تي ديالو اللي هو هذا، دائرة في هاد الديامتر 90 الريون ديالها 45، من بعد واحد الدائرة صغيرة هنا الريون ديالها 27، والدائرة الصغيرة في الريون ديالهم 6، وهذا بوليكون في 6 ديال الأضلاع الريون ديالها 45، والإكستريزيون ديالها تكون فيها 10 10، يعني الدائرة اللي تحتاني في 10 والبوليكون في 10، ولكن هادو راه سوستراكسيون تاع لافان. دونك هنايا باش منطولش عليكم بزاف غنمشي ديريكت يعني للأوتوكاد. دونك نخرج نمشي للأوتوكاد، هنا غتناخدو فيشي نوفو جديد كنترول ان، ولا تندخلو ندخلو لواحد طومبليت جديدة مثلا اكاد، دوبل كليك وكنحيدو هادو. دونك هنا غادي نجي ناخدو دائرة الريون ديالها 45، علاش؟ لأن الديامتر 90 قسمنا على جوج. دونك هذا مثلا ديرونجينا تقدر نحيدو من افيشاج ايكون سكيو ونديزاكسيفي من هنايا. من بعد ناخدو واحد الدائرة تكون عندها مام سونتر الريون ديالها 27، هاد الدائرة تكون عندنا صفورم اكس. غنجي هنايا ندخل اوتر، عندي هنا شارجي تيلي اسباس اوكي، عاوتاني اوكي، نكليك على الدائرة نجي نقلب على داك الاكس بوطون دروات بروبريتي، غنجي لي هنا نبدلو 0.2، نقدر نبدل الكولور ديالو اوكي، يمشي بينا الاكس. دونك ندير نيجاتيف اوكي، ندير ناقص 20 موان 20. دونك نجي نقول له ليكستريزيون ديال هاد يعني هادي سيركل ريكتانجل اونطري، نعطيه موان 20 موان 20 كيهبط لتحت. علاش نتباطيت على الزاد؟ الزاد بان تي بوزيتيف، دونك باش نهبط لتحت خصني ندير ناقص 20. من بعد هنا غادي نقول له لا سوستراكسيون، سوستراكسيون غنقول له دابا هاد لي زيليمون صغار كاين وسط البوليكون وسط الدائرة، دونك تنسيليكسيون الدائرة بيس بوليكون اونطري، تنقول لي حيدي منهم هاد السيركل هادي وهاد السيركل وهاد الريكتانجل وهاد السيركل وهاد السيركل هنايا اونطري. دونك هنا تبان لكم بانه ولا عندنا يعني اوبجي واحد. دونك هنا نبدلو ليه اللوين ديالو فوالا. دونك هذا هو الريزلت ديال هاد ليكزارسيس هذا بحال هكا. دونك كيما كتعرفوا بانه هاد عندي لا فورماسيون، راه ديجا عندي لا فورماسيون سور دي في دي، يعني اوتو فورماسيون فيها لا فورماسيون ديال طرويد دي كامله، فيها جيني ميكانيك وجيني سيفيل ديال طرويد دي. دونك اللي بغى هاد لا فورماسيون تواصل معايا عن طريق الواتساب اللي هو 07 00 111 605، وغنوري الطريقه كيفاش غيتسلم هاد لا فورماسيون هادي. ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا ابار داكشي، استفدتوا معنا من هذا الاكزرسيس هذا، عرفتوا الطريقه كيفاش دسنا من دود ديال طرويد دي. وموعدنا ان شاء الله في الاكزرسيس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.